مليون سلام وتحية لكبير الكرة الإفريقية نادي الأهلي العظيم بعد تتويجه باللقب ال 12 للأميرة الإفريقية كابتن شريف عبد المنعم. ألف 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 مليون مبروك. مليون ألف تحية لجماهير نادي الأهلي العظيمة. الحمد لله رب العالمين اللي نورت الاستاد النهاردة ودايما بتنور الاستاد. مليون ألف تحية لمؤسسة النادي الأهلي كلها ولاعيبة النادي الأهلي كلها. مليون ألف تحية لكل واحد وكل عامل بيشتغل في النادي الأهلي النهاردة. كان ليه بصمة كبيرة جدا وتعبنا قبل المباراة دي. خلي بالك جماهير الكرة المصرية وجماهير النادي الأهلي العظيم مش في الاستاد بس، في كل حتة في مصر، كل حتة في العالم بالظبط. وأهلاوية مصرية الحمد لله رب كل المصريين فرحانين النهاردة زي ما فرحنا لأفريقيا والكونفدرالية النادي الزمالك الحقيقة. الحمد لله. فألف ألف مبروك لينا وألف ألف مبروك للتيشيرت الأحمر والروح للعيبة والجهاز الفني وكل من كان لي يد في البطولة النهاردة. ألف مبروك ألف مبروك بجد. أنا ما كنتش عايز أطلع هوا، كنت عايز أفضل نفضل بنرقص ونغني أيوة. وما أعرفش إيه مع بعض، ولكن هنرقص ونغني في كل مناسبة. ومن بكرة هنقول إيه؟ ال 13 يا أهلي بالظبط. 13 يا أهلي إن شاء الله.